الدين الإسلامي هو الدين الرسمي للعراق في البلاد، والذي لا يمكن تشريع أي قانون وفق الدستور العراقي، لا يمكن تشريع أي قانون أو مادة قانونية مخالفة لأحكام هذا الدين. لذلك قانون الأحوال المدنية وكل القوانين الأخرى لا يمكن أن تخالف الشريعة الإسلامية. التغيير الذي عرض أمام مجلس النواب تغيير محدود له علاقة بإضافة فقرة ثالثة إلى المادة الثانية، المادة 2 من القانون، والتي تتعلق بعقود الزواج. برأيي أن المسألة هي أن كل قانون في العالم اليوم موجود هو فيه وعليه، وإذا نحن بحاجة إلى معالجة الثغرات التي تكون موجودة في القانون السابق أو حتى في هذا القانون. بمعنى اليوم مسألة الحضانة إن كانت للأم أو كانت للأب، إن كانت للأم هي مشكلة من ناحية الأب، وإن كانت للأب فهي مشكلة من ناحية الأم. إذا نحن بحاجة إلى ماذا؟ بحاجة أن تقوم الدولة العراقية ومؤسسات الدولة، لدينا الكثير من الباحثين الاجتماعيين وظيفتهم أن يستقرؤون الأحداث، يرون ما أين المشكلة، ويقومون بوضع صيغة جديدة، أي بمعنى يكون أشبه بالمجلس لحل الأزمات. يجب تعديل القانون، لأن هسه القانون هو يتجه فقط باتجاه واحد، هو فقط للمرأة، يعطي حقوق كاملة للمرأة، الرجل ما عنده أي حقوق، يعني حقوق بسيطة جدا جدا. الأمر اللي يجعل أنه كفة المرأة تعلى على كفة الرجل، يحس الرجل أنه مظلوم، لازم يتم التعديل، لازم يكون متوازي. حياكم الله. إباحة زواج القاصرات، إلغاء تجريم الزواج خارج إطار المحاكم، لا نفقة إلا بشرط الاستمتاع، أما الحضانة فتسقط عن الأم في حال زواجها بآخر، جملة مفردات أدارتها محركات في كل الشاشات والمنصات وحتى المناسبات لتسقيط التشريع وضرب الشريعة، وما كان لخدمة السفارات ينمو عندهم بعكس ما كان لله. دعونا نلتمس العذر لمن يجهل ونترك من يسعى للتجهيل مع نفسه. فهل سألتم عن بنود التعديل أم شاركتم ما كتبته العجوز الشمطاء وتداولته عبر مئات الصفحات الوهمية؟ حملة دبر لها بأياد علمانية، امتداد لنفس اليد البعثية التي حاكت القوانين بحسب ما يشتهي طغاة السلطة أنذاك. وإذا كان الزواج إطارا شرعيا، فلماذا يعارض القانون ما يجوزه الدين؟ لا سيما إذا كان المنادي بالمشاكل بغير علم، يحمل إحدى الصفتين. وأخيرا إلى النسويات، وإلى نسويات الشير والكومونت والمنظمات الداعمة للانحلال، لا تنهون عن خلق وتأتين بأدهى منه، والحليم تكفيه الإشارة. أما النسويين فهم طامة كبرى، ولحديث كسب العواطف بقية، ورسالتنا للاثنين استهدوا شوية. هذا اليوم من حصاد الأيام ستكون مخصصة لتعديل قانون الأحوال الشخصية ودعوة الإطار التنسيقي للبرلمان للمضي بالقراءة الأولى، ورح نتناقش بمحور حديث الليلة مع رئيس مركز أفق للدراسات الأستاذ جمعة العطواني. حياكم الله. أهلا وسهلا. كما أرحب كل الترحيب بالقانونية فاطمة الشمري، حياكم. أهلا وسهلا. أرحب برئيس مركز الحوار للفكر والإصلاح سماحة الشيخ مجيد العقابي، حياك الله. أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا مركز وسهلا. الفكر للحوار والإصلاح. الفكر للحوار والإصلاح الأستاذ مجيد العقابي، حياك الله. نعم، أبدأ معك أستاذ جمعة.
هسه نبدي من المنصات، ماكو منصة، ماكو شاشة، ماكو تعليق. إذا من خبص بقانون تعديل الأحوال الشخصية، أكو هجمة كل الشرسة، ناس تجر هيج، ناس تجر هيج. وين الحقيقة من هذا المواضيع؟ وسوى هذا القانون من ضجة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لحضرتك ست فرح والأخوين الكريمين ضيفين عزيزين ومشاهدي قناة الأيام الأفاضل. ابتداء دعينا نثبت قضية ربما الشو الإعلامي غطى عليها كثيرا. الآن الكل يتحدث عن قانون الأحوال الشخصية وكأنما نريد أن نشرع قانون جديد إلى المجتمع العراقي، بينما الحقيقة هو مجرد تعديل لقانون الأحوال الشخصية لعام 59، والتعديل فقط في فقرتين ليس أكثر. القانون النافذ ب 94 مادة، فقط إضافة مادة وحذف مادة. المادة التي حذفت بالتأكيد مو فقط تتعارض مع ثوابت الشريعة، بل تتعارض مع الحق الشخصي لأي إنسان بغض النظر عن انتماء ودينه. هذه الفقرة، الفقرة الخامسة من المادة 10، تقول يحكم بالسجن ما بين 3 إلى 7 سنوات كل من أبرم عقد زواج خارج المحكمة وضمن يعني زوجة ثانية. يعني تخيلي احنا حتى اليوم الدواعش مو فقط اطلقوا سراحهم، ما حكم عليهم بالسجن لمدة 7 سنوات كأنما هي جريمة كبرى. نعم. هذه المادة بحد ذاتها تتعارض مع بديهيات الشريعة الإسلامية، ولهذا الذين يعني قاموا بحملة شعواء على مادتين فقط، هدفهم مو المادتين، هدفهم مو الحفظ على استقرار المجتمع، هدفهم محاربة الدين الإسلامي بكل ما تعنيه الكلمة. كيف؟ كل ما تشوفين واحد بالإعلام ارجعي إلى خلفياته، ارجعي إلى مرجعيته الثقافية والفكرية والسياسية، راح تعرفين هذا وين توجهاته. أنا متيقن أن جميع، عندما أقول جميع عندي استقراء تام، جميع الذين تهجموا على المادتين في التعديل هم لا يفقهون أبجديات الدين. أنا أقول أغلبهم لا يعرفون الصوم والصلاة، أغلبهم لا يؤمنون بدين الله. هذه أقولها بصراحة، عند استقراء لناشطات مدنيات، لإعلاميات في قنوات فضائية، للاعبي كرة قدم ولممثلين وإلى غيره. منو دي يحركهم؟ هسه إذا وجهة نظرك صحيحة، منو دي يحركهم؟ اللي دي يحركهم منو؟ نفس الجهة اللي قالت عن تشريع قانون حظر المثلية الجنسية وتبادل الزوجات وتغيير الجنس، عندما قالت السفيرة الأمريكية أن من شأن هذا القانون أن يعطل عمل منظمات المجتمع المدني في العراق، سفيرة أمريكية قالتها بتغريدة. هؤلاء يمثلون امتداد وأدوات لذلك العمق الاستراتيجي. ما يحصل في العراق، ما يراد للعراق، مو فقط فصل الدين عن السياسة، فصل الدين عن السياسة أصبح قضية طبيعية وتقبلناها برحابة صدر، لا، فصل الدين عن المجتمع. وهذه نظريات يتحدث بها الغرب في فرنسا وفي بريطانيا. المجتمع لابد أن لا يكون متدين. يعني مو متدين مو يعني ما يصوم ويصلي. الصوم والصلاة هي قضية شخصية. أريد أفهم شنو المشكلة إذا فصلنا الدين عن السياسة، إيش راح يصير؟ لا انتهينا من عنده. يريدون أن يفصلوا الدين عن المجتمع، بمعنى عقود الميراث، عقود الزواج، عقود الطلاق، هالأمور هاي كلها اللي تخص المجتمع. إذا ما فصلنا الدين عن المجتمع، إذا فصلنا الدين عن المجتمع أصبحت إباحية. لا، مو فقط الشعار اللي رفعوه ما لقيصر لقيصر وما لله لله، لا، ما لقيصر لقيصر وما لله لقيصر، لأنه أصبحنا ناس ملحدين، وإن يعني ألسنتنا تتلقلق بلا إله إلا الله. ليش؟ لأنه الله يقول ماذا؟ انكحوا ما طاب لكم مثنى وثلاث ورباع، ونحن نقول كل من يطبق أحكام الله ويتزوج زوجة ثانية هذا مجرم، بمعنى أننا ضد دين الله في القضايا الاجتماعية، وهكذا في المواريث، وهكذا في بقية الزيجة. في حال فصلنا الدين عن المجتمع، هل سنرى صورة مشابهة لاحتفال أولمبياد باريس في بغداد؟ بل أسوأ من ذلك، أسوأ من ذلك بكثير. ليش؟ لأنه يعني أكو حالة من الثقافة التي زرعت خلال 20 عام، وإحنا شفناها مو فقط في تظاهرات تشرين وكيف تحول هذا المطعم التركي إلى حالة من الإباحية، وبلاس خارت والسفيرة الأمريكية تأتي بأموالها.
الخليج سوف يأتون بأموالهم. ولهذا أقول هذه خط مو خط ساتر أمامي بل نقطة تماس هذه نقطة التماس إذا ما تجاوز. ثم أكو قضية مهمة هم من هم الذين يحترضون؟ أولا شنو قيمتهم الاجتماعية؟ وثانيا شنو قيمتهم السياسية والثقافية؟ اثنين شقد عددهم بالمجتمع العراقي؟ يعني الآن هذا القانون يقول أيها الملحد إذا تريد أن تتزوج وفق معيارك القانون نافذ الحالي القانون الحالي نافذ. إذا تريد تتزوج وفق المذهب السني القانون الآن يقول لك تفضل، وفق المذهب الشيعي تفضل، المسيح لديهم قانون خاص بهم، وهكذا بقية الأديان. أنت شنو اللي ضارك وش قد عددك أنت؟ اثنين أنت أحرص على وضع الاجتماعي أحرص مني على وضع الاجتماعي وضع الأسري طيب. وأنت لا تستطيع أن تحافظ حتى على أسرتك، هاي المشكلة الآن قاعد نواجه مشكلة أنه عددهم مجموع العراق لا يتجاوز تقريبا 1000 واحد وإحنا تابعناهم، واثنين ما لهم أي وجود اجتماعي، ثلاثة ما عندهم تربية أسرية حتى نقول هذا نموذج بصراحة. هاي العارية عدة ملاحظات، لكن دعني أسمع وجهة نظر القانونية ست فاطمة. ست فاطمة شنو مشكلة القانون القديم؟ ليش أكو ضرورة وحاجة اليوم لتعديل هذا القانون؟ شنو السلبيات اللي بشخصيها أنتم كقانونيين كمختصين؟ بداية حي حضرتك والضيفين الكريمين وكادر البرنامج ومتابعيكم الكرام. حياتي. قانون الأحوال الشخصية منذ أن أنشئ بالعام 59 كان هناك اعتراض من المرجعية في النجف الأشرف، فكان يعني كانت يعني مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، ومع ذلك شرع هذا القانون. زين. ثم استمرت طبعا في كان هذا القانون على اساس كان يضم حتى الطوائف الاخرى المسيح واليهود، لكن وقتها الكنيسه اعترضت. اتصور في السبعينات او بالتسعينات يمكن راد صدام حسين يخلي يعني يخضع المسيح واليهود لقانون الاحوال الشخصيه، لكن الكنيسه رفضت. طيب فبقى هذا القانون يطبق فقط على العراقيين المسلمين. بعد ان جاء نظام البعث عدل تعديلات، يعني هو سابقا كان يعني بنسبه معينه بوجه تشريعي يعني شرعي، لكن لما عدل في عام 78 و 87 و 86 غير مسار قانون الاحوال الشخصيه بالكامل. بعد ان كان سن الحضانه 7 سنوات صار 10، ومن العشرة انطى صلاحيه للقاضي يمدده، وفي اغلب الاحيان الان في المحاكم يمدد تلقائيا بدون اي شروط واي ضوابط. زين. كان مجرد ما تتزوج المطلقة تسقط حضانتها، والأب يرجع الطفل العفو يرجع للأب أو للجد على حسب الحالة، لكن ما أسقط حضانتها، كان يتعهد أنه زوج الأم، مجرد ما يجي يتعهد بالمحكمة خلص. وحاليا كإجراءات قضائية حتى ما يشترطون عليه التعهد. زين ليش أكو ضرورة الآن لتعديل؟ الضرورة أولا ولد مشاكل كثيرة، حالات الطلاق كثرت بشكل مو طبيعي، حالات العنف الأسري يعني اللي يقولون أنه العنف الأسري موجود، ما هو القانون الأحوال الشخصية واحد من أسباب هذا العنف. لما الأب يذل بالمحكمة يبعدون أطفال عنه، يشوف بنته اللي عمرها 14 سنة تمشي وتبات يم زوج الأم، وهو ما يقدر يأخذها بالبيت ولو يقدر يبيتها يمه ليلة واحدة، هاي ايش راح تولد عند الأب؟ الأجداد يذلون بالمحاكم، ما من حق الجد إذا كان مثل الأب خلينا نقول متوفي او مسافر للدراسه، مهم راح تكون اكو حاله عكسيه. لا وهي لازم ضوابط هي اذا صار زواج خارج المحاكم هم راح يكون اكو طلاق، لانه مو كل النساء تتقبل هذا الموضوع. ليش هو حاليا هسه اكو طلاق يعني زواج مثل هسه خلينا نقول انت راح تشرعين قانون ما يخالف هسه بالنسبه اللي يحكون على زواج القاصرات. زين يعني هسه موجود زواج القاصرات وضمنيا هو مشرع، هو صح يغرمه او يحبسه يحبسه بس يصادق على عقد الزواج، هو ممكن يغرمه ويصادق على عقد الزواج. إذا الغرامة على حسب القانون 1000 دينار، يعني هسه تقاسب بهذا الزمن ما تطلع بالملايين. زين. لكن اللي هو يريد يزوج بنته بعمر صغير هو أكيد عنده فد مصلحة أو عنده مثلا ما يقول فد غاية. زين إذا لكن زواج لكن القاصرات موجود بشكل ضمني. نعم. وهسه الغرام هاي الهوسه كلها ليش لا؟ مثل ما قلت لحضرتك، اولا هذا القانون مستثنين من عند المسيحيين واليهود وبقيه الاديان اللي تتقارب تشريعها مع هذه، اضافه الى انه اقليم كردستان عدل القانون عام 2008
ما شفنا الضجة هاي كلها على هذا. ليش يعني أنت من تريد يا أما هو قانون على الكل، يا أما مثل ما استثنيت هسه المادة 2 من القانون تستثني الأشخاص الطوائف اللي تخضع لقانون خاص، واللي خضعوا لهذا القانون هم المسيح واليهود والأكراد في إقليم كردستان. فاطمة يعني ما جاوبتيني على سؤالي. نعم. هس أكو ناس ما تعرف بالقانون هاي منتهين منها. نعم. وأكو ناس مدفوعة عبر أجندات هاي هم نعرفها. أكو قانونيين مختصين جاي يطلعون بشاشات التلفزيون وبثوث مباشرة ومنصات التواصل ويثيرون الرأي السلبي ضد التعديل، ليش من وجهة نظرك؟ والله هذا احنا شهدناه من 2004 منذ أول قرار للتعديل اللي قدمه السيد عبد العزيز الحكيم رحمه الله بالقرار 137، وبقتها كان وافقوا عليه مجلس الحكم، ولكن برايمر استخدم الفيتو وأسقط هذا القرار بتأثير منظمات مدنية تدعي أنه هذا أي تعديل للقانون هو ضد حقوق المرأة. يعني ما أعرف أنه يعني ليش هالنظرة. زين. نعم. ما جاوبتيني على سؤالي. أي الزواج سؤال؟ خارج المحاكم راح يزيد حالات الطلاق لو راح يقلل منها؟ لأن مو كل النساء تقبل أنه زوجها يتزوج عليها تحت القانون. هسه بالسر ممكن ما تدري، لكن تحت الغطاء القانوني هذا راح يولد عندنا حالات طلاق ولا لا؟ مو هسه من حق الزوج أن يتزوج على زوجته بموافقة القاضي إذا أكو مصلحة. إذا وافقنا القاضي يقدر يزوج. حالات حتى قليلة. بدون لا مو حالات قليلة. مو حالات قليلة، يعني احنا لو نجي بس هي شنو الامكانات اللي هسه نرجع لنقطة معينة، انه هسه لما يحجون يقولون الشريعة تزوج القاصر موجودة الآن زواج القاصرات، يقول يخلي الرجل يتزوج على زوجته بدون عقوبة، ما هو هسه حتى القانون الحالي يبيح للرجل أن يتزوج على زوجته حتى 4 زوجات إذا كانت هناك مصلحة وإذا وافق القاضي حتى بدون موافقته. اذا ليش يعني لما ينطي هذا الصيغه لمجرد انه يعطيها الصيغه الشرعيه يبيح الخيانه؟ شنو معناته يبيح الخيانه؟ هاي اي خيانه؟ شنو الخيانه اللي يبيحها؟ يعني ما دام هو عقد شرعي وقانوني شنو الخيانه؟ شنو وهو اصلا بالشرع يبيح لرجل ان يتزوج اكثر من زوجه، وين زي الخيانه بالموضوع؟ زين. ورحب من جديد بسماحه الشيخ مجيد العقابي. الشيخ مجيد بصراحه ضجه كبيرة، سمعت الآراء، تابعت الحديث، وطلعت على الكثير من التغريدات واختلاف وجهات النظر. كوجهة نظر شرعية ومختصة بالشرع، شنو وجهة نظركم بهذا القانون أو بتعديل هذا القانون الجديد؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة لك ولضيفك الكريم والمشاهدين الكرام. بالحقيقة أنا عزفت عن الظهور لأكثر من 17 لقاء، ولكن البارحة واليوم انبريت الظهور لأسباب عديدة. السبب الأول هو ما يطرح ضد الإسلام والمذهب الشيعي بالتحديد، وصار لزاما علينا بوصفنا ننتمي إلى هذا المذهب العريق أن نوضح بعض القضايا، لأنني شاهد حتى رجال دين لم يوضحوا هذه الأمور بما يعني بما يتطلب التعايش والتنوع، ويمكن أن يجمون المتحدث أو الذي يسيء للمذهب كما نقول بالمنطق، يستخدمون المنطق الأجوبة النقوية أو الحلية ما شاكل ذلك، لكنهم ينفعلون أكثر من أن يأتون بأدلة. النقطة الثانية أن الاستهتار الذي وصل وللأسف الشديد بأن يكون الملحد والمنحرف والسيء يتهجم حتى على ذات المقدسة، وهذه مشكلة كبيرة. نحن المفروض أن الأغلبية في هذه الدولة أغلبية إسلامية، ثم الأغلبية ضمن الأغلبية شيعية، وفي كل الدول يحق للفرد أن يمارس طقس ديني أو على علاقته الاجتماعية وفق مذهبه وفق شريعته. عندما نأتي إلى ما سنه القرآن الكريم أو الشريعة السمحة، أول نقطة أريد أن أثبت، لأنني أريد في هذا المشهد أن أبرئ المذهب من قضايا لعله حتى بعض أتباع المذهب تلبسوا بها وهم لا يشعرون. النقطة الأولى، ليس لدينا حديث يقول زوجون في الثمان وعلي الضمان، هذا حديث موضوع. النقطة الثالثة، لا يوجد في مذهب أهل البيت تزويج الإجباري في سن التاسعة. سن التاسعة سن البلوغ التكليف الشرعي، ولا يوجد فينا من يقول من فقهائنا، أقصد مدرسة النص، من يقول في سن التاسعة وجوب التزويج، إنما هو يتحدث عن أنها تسلجيا أصبحت مهيئة، يعني أن إذا وقع الزواج لا يكون هنالك زنا وحرام، إنما هذه المرأة أصبحت مثل الشاب الذي يصل سن 15 ويمر بالعلامات الثلاثة الفسلجية، كذلك هذه الطفلة يمكن لها إذا تم الوقوع عليها لا يكون هنالك زنا بعقل الشرع طبعا. أقصد المسألة الثانية الثالثة والمهمة،
أن من يقول بزواج القاصرات وبسن التاسعة المذهب السني الأخوة السنة وليس الشيعة، لأنهم يلتزمون برواية صحيحة في البخاري وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله عقد على السيدة عائشة في سن السابعة وتزوجها في سن التاسعة. فلماذا هذه الهجمة على مذهب أهل البيت الذي لا يوجد فيه نص ولا رواية تقول زوج البنات في سن التاسعة؟ هذا سن التاسعة سن تكليف، سن بلوغ. أغلب الفقهاء نحن في البحث الخارج نجلس 6 أشهر 8 أشهر في قضية واحدة، ليست قضايا متعددة، واحدة منها أنه إذا بلغ اليتيم متى يبلغ وكيف نسلمه أمواله، وهل هنالك مثلا يعني قرائن تدل على أنه أصبح مهيئ؟ ولكن سماحة الشيخ، فبالتالي نعم. الزواج مقرون البلوغ مع الرشد، ما طيب. عندنا واحد يقول مثلا هي هنا النقطة فقط أوضح هذه النقطة وبعدين لك الحق في الرد. يقول لك هي جاهزة فسلجيا البنت بالتاسعة، لكن عقليا وذهنيا هي غير جاهزة. زين الزواج مو بأركان، هو انه الزواج مو بأركان، احد الأركان الرئيسية خوش هي الرشد. بالضبط هي هذه النقطة. اليوم الفتاة في سن التاسعة راح تكون عندها عقل، راح توعي الى ما ستفعل. الكريمة السؤال هنا، السؤال هنا، انا ما يعنيني المجتمع العراقي او العالم كله فليذهب الى ما يريد، بس يعنيني ان ادافع على شريعة الله التي جاء بها النبي صلى الله عليه واله. لماذا هذا الاعتداء على دين الله؟ يعني الان لما يجي شخص علماني او انسان ملحد يعطى له الحق في ممارسة دينه وتقصيه في كل العالم، ولما ياتي الذي يقول لا اله الا الله وان محمد رسول الله صار هنالك رجعيه وجاهليه. انا سمعت امراه تقول يريدون ان يرجعونا الى الجاهليه، فماكو مشكله، اذا اخرجي من الاسلام ومن ثم اجعلي من عقلك نبي جديد واكفري بمحمد النبي وبشرعته ثم تحدثي. انا اقول للسيده الفاضله ولالاف المتحدثين ولاي انسان يتحدث امام الشرع، اما ان يكون منتمي نتكلم، إما أن يكون غير منتمي خلص القوانين الوضعية يلتزم بها ولا يدعي أنه عبد من عباد الله. بكل صراحة لا يحتاج مجاملة في موضوع أن يضع الإنسان عقله أمام ما أراده الله سبحانه وتعالى وسير به العباد. أكو مسألة أخرى، هو قبل اليوم الإسلام لما بس لحظة سمحت، قبل الإسلام كانت المرأة توأد. وسؤال لحضرتك، أنتم اليوم كمشرعين في شريعة الله ودينه رصدت حالات أو كنتم شهود على حالات بزواج البنات في سن التاسعة؟ يا سيدة الكريمة، هنا أنا قبل أشهر بدأت في فكرة وطبعا فهمت خطأ لما قلت أنا ضد زواج الأخوات السوريات، وأنا لا أقصد السوريات، وأنا ضد زواج أقصد أي امرأة خارج العراق، لأنه روجوا كذلك ضد المرأة العراقية أنه أنت روح جيب لك سورية أفضل من العراقية، وطبعا صار تطبيل وبعض الشباب فعلا عمل هذا العمل. زين أنا عندي حروب، أنا عندي نسبة النساء بنفس المستوى من نسبة الرجال لعله اليوم بالعراق، بالتالي لما يمنع القانون التعدد الزوجات ويمنع أن يكون هنالك زواج خارج المحكمة إذا كان شرعيا، ويمنع أن يقوم الولي بسلطته إذا كان يرى مصلحة، أي دين هذا بعد اللي بقى؟ أنا تمارس علي الضغوطات العلمانية والإلحادية وتريدون مني أن أكون مستقر ولا أتحدث؟ معيب أن يأتي المسلم ويكون ضعيف أمام هذه الهجمة التي لا يراد منها الله سبحانه وتعالى ولا يراد من المجتمع العراقي. إحنا اللي دافعنا، إحنا نطينا 20,000 شهيد و50,000 جريح من الشيعة ورجعنا العراق. إيش وقت إحنا عملنا بالطائفية؟ إيش وقت إحنا كان عندنا لباس طائفي؟ أو إذا أكو واحد وطني هم الإمامية الذين يدافعون دائما على الوحدة. 2006 كان بإمكاننا أن نحول المجتمع ديموغرافيا إلى سنة وما فعلناها لأن المرجعية قالت أنفسنا. 2014 كان بإمكاننا أن نسيطر على المحافظات التي هي ليس يعني لم يبقى منها رجال وذهبوا إلى حيث ذهبوا وبقي الجميع يمارس دوره وعمله ولم يتم تغليفهم بالمذهب الشيعي. نحن اليوم أكو بحبوحة وقانون الجعفري، الإمام الذي هو أستاذ المذاهب، أستاذ المذاهب مباشرة، الإمام لأبي حنيفة أستاذ وللشافعي تبعا ولأحمد بن حنبل. فلما يجي الإمام جعفر الصادق مثلا ويأتي بقضية الميراث ويقول الإمام صلوات الله عليه المرأة كذا لها وعليها، ويجي القانون ما يتعامل وياه إلا بالقانون الوضعي. زين بس هذه النقطة يعني تحرم المرأة من الميراث، شنو هذه النقطة؟ وضحها بسبب منال يونس التي طلقت من زوجها
فأصبح اليوم الشعب العراقي كله يتحمل تبعات تغيير قانون 57 لأجل منال يونس اللي كانت هي موظفة تحت يعني هاي القضية الإعلامية التابعة له والسلطة الظالمة. يعني شنو ذنب الأطفال اليوم لما يتم عدة 8000 حالة طلاق؟ أختي الكريمة 8000 حالة طلاق شلون عالجي بهاي الصيحات الفاسدة؟ القاصرات بالشوارع لما تمد ايدها ما حد يجي يقول هاي قاصر، لكن يتهمونا واحنا اصلا ما نزوج قاصرات. مثل قضيه زواج منقطع الذي رمي به المذهب وهو قضيه شرعيه، لكن تطبع الزواج اخس وأسوأ مما من الزنا موجود في المذاهب الاخرى وعلى راس المسيار. والزواج بنيه الطلاق ما حد يفك حلقه، ليش؟ لانه احنا لازم نسكت كفا سكوتا. شرع الله لا يمكن ان يؤتى بالعقول الناقصه، هذا دين الله وهذا مذهب اهل البيت. والامام جعفر الصادق عليه السلام لما يضع خارطه، اذا سماحه الشيخ اليوم احنا مصابين بمرض منال يونس وعقدها الشخصيه. مصابين احنا اليوم بمرض منال يونس وعقدها الشخصيه سماحه الشيخ اثرت علينا؟ هذه الحقيقه اختي الكريمه ست فرح، ارجعي الى التاريخ وانظري ان صدام دخلت عليه منال لانها طلقت من زوجها، وكان هنالك حق التربيه للاولاد ياخذه من زوج، فغيروا القانون برمته بسبب طلاق امراه، يعني اي قانون هذا الذي تحترمونه وهو يغير على امزجه السلطات؟ اليوم شنو ذنب الطفل هذا اللي ما يشوف والده؟ احنا شرعا الحضانه سنتين، خلاص تقولين يا بهذا الاب ما يقدر مثلا يربي اولاده. اليوم اكو ناس تروح للوظيفه هي نفس الام تخلي الطفل يم جارتها او بالروضه، شنو اللي اذا راح لابوه صارت جريمه؟ واذا طبقنا الشرع صارت جريمه؟ اختي الكريمه هذه 8000 حاله طلاق، انا ادعو الى تعدد الزواجات من سنوات من اجل حتى طالبت الحكومات ان تسهل بل تعطي مغريات. طيب اليوم لما عندي شهداء وارامل، انت لما تمنعين الزواج خارج المحكمه، بالمناسبة أنا لا يفهم كلامي أنني هنا أشرع أنه زواج خارج المحكمة، لا، إحنا نريد الزواج يصير بالمحكمة ونؤمن بالمدنية حتى نحافظ. طيب وضحت الفكرة سماحة الشيخ. نعم أستاذ جمعة، ليش كل هذه الإسقاطات؟ ليش هذه الهجمة اللي يعيشها المجتمع الشيعي تحديدا؟ كل ما يرفع راية قانون أو حق أو تشريع أو مطالبة تنهال عليه هذا التسقيط، ليش؟ هو شوفي ابتداء يعني المحترضون على هذا التعديل ماذا يريدون؟ يريدون الحرية، حق الإنسان في اختيار مأكله وملبسه وزواجاته ولا طب. ما هذا القانون يعطي للجميع، لا فيه بعد طائفي ولا فيه بعد إثني ولا أنت تريد وفق القانون الوضع الفرنسي توكل على الله وفق بالاختيار. يعني لما تجي زوجة وزوج رجل وامرأة إلى المحكمة ويختارون المذهب الجعفري، أنت شو دخلك بالموضوع الآخر؟ أنت شو دخلك بالموضوع؟ حرية شخصية، هاي حرية شخصية. أنت مو طرف في هذه القضية. ليش أقول لك القضية أكبر من هذا؟ شوفي أحد المفكرين الفرنسيين يقول حتى نطبق العلمانية أكو مقدمات للعلمانية كنظام علماني، لا يمكن أجي أن أطبق العلمانية في مجتمع متدين لأن طرفي نقيض. إذا لابد ماذا؟ لابد أن أحول المجتمع إلى مجتمع علماني لا يؤمن بالدين فقط في قلبه، الدين لا يتجاوز الاعتقاد، حتى مو من حقه أن يمارس الدين كشعار في 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 الشارع أو في قضية أو في في أماكن أخرى، هذا أولاً. اثنين لابد أن أسلخ الدين من المجتمع. لما أسلخ الدين من المجتمع يقول لك يصبح المجتمع متصالح، بمعنى أنه عندما نمارس ممارسات حيوانية في الخارج كما حصل الآن في باريس، ايش قد نسبة اللي احترضوا؟ طبعا مو كثير اللي احترضوا، مع العلم هذا تجاوز على قدسية المسيح عليه السلام، لكن لأنه أصبحت جزء من حياتهم. الآن احنا على سبيل المثال عندنا الخمر حرام، أجلكم الله، بيوت الدعارة حرام والملاهي حرام، بس الآن من نمشي بالشارع ونشوف هاي هذه المصاديق نتعاملها بشكل طبيعي، ليش؟ أصبحت جزء من وجودنا. الآن يريدون المرحلة الأخرى أنه ممارسة البغاء حق شخصي. لما شوف النفاق وين يكون، يدافع عن حق المرأة، هو اتفقنا ماكو مشكلة حق المرأة، زين أنت ليش تدافعين فقط عن حق المرأة المتزوجة؟ حق المرأة الثانية اللي تريد زوج ليش تقمعيها؟ ما تسمحين
ما تسمحين انتم بالحريه الشخصيه ام حريه الانسان، ما تسمحين للمراه ان تتزوج شخص متزوج وهي بكامل حريتها، والزوج المتزوج بكامل حريته. ليش؟ حتى لما نضيق الخناق على المراه غير المتزوجه، لانه المجتمع متزوج ونسبه الطلاق كثيره، راح تكون نسبه المطلقات بقدر او اكثر حتى من نسبه المتزوجات. هذه وين راح تضطر تروح؟ ونسبه الطلاق وين؟ في اعمار مبكره 20 25 سنه، ما عندها خيار الا ان تذهب الى الانحراف. هذا هو احد اهم الاهداف الاساسيه. لما تنحرف هذه الشابه يجي النفس ذن النساء الناشطات والناشطين يدافعون عنهم حريه شخصيه. هو هذا هنا الناشطين والمدافعين، عنوان حقوق الدفاع عن حقوق المراه. ايش قد منظمات رفعت بالعراق، ايش قد اتجهت به باتجاهات غير اخلاقيه، ايش قد اثر بالعراق هذا الموضوع كله، المدافعين عن حقوق المراه، ايش قد رجعنا؟ اثر بشكل كبير، لكن مع الاخذ بنظر الاعتبار انه رصانه الدين وتغلغله في اوساط مجتمعنا بالتاكيد كان يحول دون ذلك. ولهذا لما طلعت ظاهره الايمو قبل اكثر من 10 سنوات المجتمع تعرض له. لما طلعت ظاهره المثليه المجتمع مو الدوله، الدوله سكتت. والا لما يرفع علم المثليه في المنطقه الخضراء والسفيره الامريكيه والاتحاد الاوروبي يتباهون امام العالم بيوم المثليه، الدوله كانت ساكته. لكن من اللي رفض؟ رفض المجتمع. الى متى؟ الى هنا يبدا المنظمات المجتمع المدني اللي قالت عنها السفيره الامريكيه هذه القوانين تعطل عملها، وايجاد الاعلام المعادي اللي هو بالتاكيد اكثر من اعلامنا بصراحه شو وغيره. انت اليوم عندك 60% شباب مراهقين من مجتمعك، شلون راح تقدر تفهمهم؟ وهذا راح يكون تهريككم جدا. اقول هو هذا، هو هذا لابد ان اعري هؤلاء، اعرفهم على حقيقتهم. هاي اللي قاعده تدافع عن القاصر، هي القاصر مالتها محافظ عليها؟ هذا اللي دافع عن حريه المراه وحق المراه ان تكون مصونه، لما يطلع بالاعلام وارداف زوجته وافخاذه مع الاحتذار للمشاهدين عاريه امامهم، هذا ممكن ان يكون انسان سوي يدافع عن عن بس يقول لك انا الي رايي وحريتي؟ تمام، اذا اتفقنا انا انت اذهب باباحيتك، لكن لا تحجر علي انا التسعين. بصراحه هجمه سياسيه وضغوط سياسيه لتمرير قانون العفو العام باختصار حتى اروح. لا ما له علاقه اصلا، ما له علاقه بقانون العفو العام. ذول اللي قاعد يروجون ما لهم علاقه لا سنه ولا كذا، ذول لا ادريه، ذول ملحدين، ذول يحبون ماذا؟ ان تفيح الفاحشه. ليش؟ لان هم عوائل تتغلغل فيها الفاحشه. لما يظهرون بمجتمع متدين ملتزم، اسمحي لي، لما يظهرون بمجتمع ملتزم يصيرون حاله نشاز عندما يصبح المجتمع بمستواه. هو شلون علماني ويتدخل بالامور الشرعيه؟ هو علماني ما يؤمن. هو هذا ليش اقول هل يعقل من العار على مجتمع بمستوى المجتمع العراقي، بل من العار على طبقه سياسيه تدعي انها تمثل امتداد لخط المراجع والشهداء والعلماء، لخط السيد محمد باقر الصدر الاسلامي يقود الحياه؟ طيب. انه يرجعون الى هناء ادوار، والله جريمه، والله جريمه، جريمه اكبر جريمه. طيب ست فاطمه بصراحه اليوم احنا خلينا الفتاه ممكن تتزوج في سن التكليف الشرعي 9 سنوات، ليش ما نحط ضوابط بالقانون الحد الموجود للزواج؟ نعم. زين ليش ما نسوي تعديل على هذا القانون؟ هو اصلا لو مطلعين على القانون ما بي اي اشاره للقاصرات وزواجهم. ليش البوب هاي النقطه؟ وحتى شغله التمليك عدم تمليك المراه او الزوجه الارض هذه ما موجوده، هم مسبقا يعرفون الفقه الاسلامي فيحاولون يزيفونه بطريقتهم حتى يستخدموه لمنع تعديل القانون. اولا مثل ما قال الاستاذ الشيخ مجيد العقابي ماكو بالشريعه الاسلاميه ولا حتى بالقانون انه اكو سن محدده للزواج. بعدين سن التكليف يختلف عن سن الرشد. بعدين اكو شروط وضوابط هي اللي هي المصلحه، موافقه الولي، رشد الفتاه، موافقتها، هواي امور. بعدين هسه حتى مع مثل ما يقول اتاحه ضمنيه للزواج القاصرات ما شفنا فتاه تزوجت. خليني اتكلم وياك برأي الشارع. نعم. خوش، إباحة الزواج خارج المحاكم، خوش، روج له أنه سيكون بمكاتب وأشخاص غير مؤهلين، لكن بالقانون هو موجود غير هذا الشيء،
وضحي لي هذه النقطة، وهذا راح يتعلق بموضوع زواج القاصرات، يعني هي طفلة لا راح تفهم شيء، ممكن تقول نعم، ممكن أبوها يبيعها، خلنا أتحدث لك بنقطة واقعية، تفهمي لي لو لا، هسا ممكن الطبقات المثقفة والمتدينة تفهم هذه النقطة، لكن أكو ناس راح تطي بناتها بالتسع سنوات وبالثمان سنوات، زين شلون؟ إذا هم متخوفين من أنه ممكن يكون مثل ما يقول مباح زواج الفتاة بسن التسعة أو العشرة، ممكن يحددون سن محددة، مثلاً خلينا نقول 15، يتفقون على أنه لأنه هذا هاي راح تروح للمدونة، تسجل تثبت المدونة وهاي التفاصيل بها، يرجعون للوقف الشيعي والوقف السني والمرجعيات وكذا، وتكتب هذه المدونة راح ترجع للبرلمان، راح يصير جدال ونقاش ومقترحات. يعني ممكن نشوف الحد الأدنى ممكن هو ممكن 14، ممكن يصير 15 على حسب راح يصير العقد خارج المحاكم. مو بهالحاله راح يكون الـ مثل ما يقولون هي هاي المدونه اللي تخص الاحوال الشخصيه بالفقه الشيعي والمدونه بالفقه السني، فعن طريق الوقف الشيعي والوقف والمجمع الفقه السني راح يكونون هم ذولا مخولين من هؤلاء الاشخاص، يعني مو اي شخص يجي ويعقد لهم، مخولين شرعيا وقانونيا لهم تخوير رسمي. يعني هسه المتولي الشرعي او المفتي راح يكون تابع للمحكمه، بياناته من يسوي هذا العقد راح تكون المحكمه على علم توافق بين الـ 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 الوقف الشيعي مثلا والمحكمه، وكذلك بين الوقف السني، لان هي راح تصير مدونه مشتركه بس كل واحد على فقهه، فيما يخص الشغلات اللي تخص المذهب الحنفي تدرج إلى هذه المدونة، وفيما يخص الفقه أو المذهب الجعفري تروح له مع وجود قانون، يعني راح يروح للمحكمة في كل الأحوال، لكن هذه المحكمة ما راح ترجع، راح ترجع لهاي المدونة. بعد ليش يقولون الزواج راح يصير بالجملة من خارج الضوابط الشرعية؟ هي هاي المشكلة، احنا هاي مشكلتنا. الناس اللي راح تعقد للمتزوجين هذول ما عندهم أهلية، كلهم نصابين، وايه سمعنا يعني أولاً هو التواصل هو الاجتماعي. أولاً هي هذا القانون هو مجرد خطوط رئيسية، لمجرد ما يحسون أنه هنالك فقه شيعي وفقه سني يتخوفون من هاي المسألة، وإحنا ما نريد دولة دينية. طيب هسا لبنان دولة مدنية، يمو بيها محاكم جحفرية وبيها محاكم سنية وبيها محاكم مارونية من كل الطوائف، أيضا البحرين كذلك بيها. زين، لا نفقة إلا بشرط الاستمتاع. لا نفقة إلا بشرط الاستمتاع. نعم، هذه قانونية هسا شرعية ممكن، لكن طيب قانونية هذه شو؟ طب حكم الناشز بالقانون الحالي، الناشز ما لها محكمة، ما لها نفقة بالقانون. زين، ممكن يكون الزوج يقول هي هذه ناشز، شلون اقدر اثبت؟ مو يقول غير اكو ضوابط، هي هاي الضوابط الشرعيه. انا هسه احنا مثل ما قالوا هسه هي مجرد مثل ما يقول مجرد خطوط رئيسيه، راح تصير كل هاي التفاصيل بالمدونه، اضافه الى بعدين يصير حوار بين البرلمانيين، راح تتفصل كل هاي الامور. يعني احنا مو راسا مباشره والله القانون يبيح بزواج القاصر بعمر التسع سنوات. زين، منين جبته هذا؟ منين جبته؟ اذا جبته من تقول اكو بالفقه هيك شيء، خليه يطلع لنا اياه. وبعدين شيء ثاني، راح تصير هاي التفاصيل راح يتم النقاش عليها. القانون القديم ملغم والقانون القديم غير جيد، وسبب لنا هذه حالات الطلاق وهذه المشاكل، ليش التعديل في هذا التوقيت؟ البرلمانيين وين؟ انتظرنا 20 سنه يلا نقدر نعدل القانون بهذا السوء اللي حضرتك قاعده تتحدثين عنه. لا هذه مو الجديده، يعني مثل ما ذكرت بالبدايه، من 2004 القرار 137 برايمر استخدم حق الفيتو ضده. بال 2014 ايضا كان هناك مقترح مشروع القانون الجعفري اللي قدمه حزب الفضيله. في عام 2017 قدمت كتلة المواطن أيضا قانون تعديل الأحوال الشخصية. زين، في عام 2019 النائب باللجنة القانونية حسين العقابي أيضا قدم مقترح لتعديل القانون. إحنا كحملة وطنية أيضا قدمنا بال 2019 تعديل مجرد مادة واحدة اللي هي مادة 57 أحكام الحضانة، ادخلت السفيرة البريطانية بعد القراءة الأولى وقالت إحنا ما نقبل أنه يتعدل القانون. طيب سمحت الشيخ، بصراحة إلى أي مدى ساهم العلمانيون، السفارات، الفاشينستات، البلوغر المؤثرة في تأليب وتهديم الرأي العام ومخالفة الشريعة الإسلامية
وسؤالي لحضركم، الجهات الدينية، الجهات المثقفة، الجهات الإسلامية، ليش ما تقدر تحرك الشارع مثل ما يحركوه هذول؟ والله هذا السؤال أختي الكريمة أنا ما أقدر أجاوب عنه، لأنه أعتقد أنه المسألة مرتبطة بعدة أسباب. السبب الأول هو ما حصل في العراق من اضطرابات، السبب الثاني هو النوع السياسي الموجود الذي دائما يعمل على المحاصصة فأضعف علاقته بالمجتمع، وصار لا يمكن أن يتخذ كنموذج ممثل عن مذهب أو عن مكون. المسألة الثالثة انحصار القضية الدينية. واقعا اليوم نحن يعني تلاحظي في شهر محرم والممارسات الشعائرية الدينية ليست بالمستوى الذي كان قبل 15 سنة و20 سنة. طبعا انفتاح العالم كذلك، القضية ليست فقط بالعراق، العالم كله انفتح، هنالك تكنولوجيا حديثة، وجود برامج جديدة عرضت المجتمعات مثل التيك توك غيره، صار هنالك يعني حقيقة طفول لبعض الأفكار، من جملتها كذلك ثورة أو الحركة اللي حصلت في سنة 2019 مردت، يعني هنالك جيل متمرد أصبح. القضية شائكة تحتاج إلى قيادات سياسية جيدة لضبط إيقاع الجماهير وعدم إعطاء الحرية لكل من هب ودب لكي يبدي برأيه بهذه الطريقة والمسيء. يعني هو الآن لو أكو قانون صحيح يجرم كل من يعتدي على مذهب أهل البيت الذين هم يشكلون الأغلبية من المسلمين، لماذا هذا الاعتداء؟ لماذا هذه الإساءة إلى الدين وإلى رموز الدين وإلى المراجع وإلى الشخصيات؟ وطبعا أنا من الناس قبل أيام حضروا لي موقع، يعني وقبله موقع، يعني إحنا أصلا ما عندنا إمكانية نحافظ على رأينا مثل ما نعبر، مجرد تعطي رأيك بصراحة يتم العمل عليك بالجروبات والجماعات ويتم حضرك من المواقع. هذا نعانيه نحن، مع أننا المفروض اللي بعض يدعي بأن الإمكانية بيدنا ولنا سلطة. بالتالي على الأقل هذا القانون هو يمارس لحفظ التنوع في المجتمع وليس العكس، لأن كل واحد راح يمارس دوره طبيعي وفق ما يعتقد وفق مذهبه. النقطة الأخرى، إحنا أمام مشكلة اجتماعية، مشكلة الزواج، مشكلة الميراث، مشكلة يعني إحنا مثلا عندنا الفقه الحفيد لا يرث إذا مات والده أثناء وجود الأب على قيد الحياة، في القانون يعطى. عندنا مثلا في الشرع لا يوجد هنالك إذن للزوجة في تعدد الزوجات، في القانون يجرم من يتزوج بغير إذن زوجته. وأعتقد سيدتي وأختي الكريمة هي أفقه مني بالفقه بالقانون، مدة سنة مع غرامة، لكن إذا شخص زنى بامرأة مجرد أنه خارج محكمة، مجرد يأتي إلى المحكمة يمكن أن يقروا له بالزواج فيصبح هذا زوج طبيعي. طيب. وذاك الذي تزوج امرأة ثانية مجرد، أي قانون هذا الذي تحكمون به؟ سمعت الشيخ قلت ممتنع عن الظهور إعلاميا، وقلت أنه كانت عندي أسباب وأنت كنت رافض أنه تظهر إعلاميا، لكن ما حصل حول هذه الضجة وحول تعديل هذا القانون خلاك تفكر من جديد وتظهر بالإعلام. طيب لو كل شخص مؤثر ديني مثل حضرتك يقول أنا راح أبتعد عن الظهور، خوش مو هذه المرحلة والنتيجة اللي إحنا وصلنا لها؟ خلينا صوت الشواذ أعلى من صوت الدين اللي حضرتك ممثل عنه بكل تأكيد. لا مو هيجي، سألتيني بصراحة جاوبك بصراحة. إعلامنا لا يعمل بالإعلام، يعمل على اللايك والتعليق. 20 مرة طلبوا مني الخروج مع الغريري فقلت أخرجوا لنا نظرائنا، جيب شخص يواجهني بالمستوى العلمي والأخلاقي والتاريخي. الإعلام يعمل على أن يظهر شخصيات ليست بالقدر والحجم، ولا يمكن لو كنت صاحب سلطة لا أسمح بظهورها لأنها إمعات وسطحية وفيسبوكية. أخرجوا لنا الشخصيات المحترمة نخرج. الآن أنا عندما خرجت مع جنابك الكريم لأنه عرفت من أخرج معه، قالوا من الضيف، وأنا دائما أسأل من الضيف، لا خوفا، بالعكس أنا أريد الشخص الذي يكون بمستوى النقاش، أما ذاك الذي يهرج وهذا الذي يسيء فهذه ليست من أخلاقنا. نحن نخرج بالوضع الصحيح وليس من أجل الظهور، شبعنا من الإعلام. حياك الله، نحن نقدر هذه النقطة كثيرا سماحة الشيخ، ولكن الشيخ الغريري يعني له مؤيدين، له معجبين، له متابعين، هسه على همجيته لهم متابعين. خلينا نكون منطقيين اليوم، لازم واحد يوضح ان هذا الشخص غير كفو، مع ان هذا يسيء وغيره يسيء ويؤتى به يوميا. انا زعل علي بعض المقدمين يتصلون شيخنا اخرج، اقول يا اخي مرارا وتكرارا قلنا اذا تريد تنوع انا اجيب لك من المذاهب الاسلاميه، حتى هذا في مذهبه لا يعتد به. ما قيمة أن يأتي رجل مطرود من الوقف السني وأنت تظهره على الشاشة؟ ما قيمة رجل يصعد على المنبر فيبرئ يزيد
ويعتدي على مذهب التشيع وتخرجه أنت الشيعي. هذه الذيلية المفروض المقدمين يبطلوها. إعلامنا المفروض يظهر حقائق. هذا الحشد الشعبي كان حشد مقدس تحول إلى مدنس بسبب إعلامينا الذين لم يسعوا إلى رده بالإعلام الصحيح وإلى نقل الحقائق. قنوات كثيرة من دون برمجة إعلامية صحيحة. شهر محرم الذي هو للحسين، الآن الفساد أمامك في الإعلام. شهر رمضان الذي هو لله، الفساد أمامك. من الذي بيده الإعلام؟ الحوزة أم أصحاب المال والأحزاب؟ بكل صراحة أنا لا تنكئي جراحي. الآن بعض القنوات أنا أصلا عزفت عنها لأسباب موضوعية وفنية، إما أن نخرج ونكون باحترام، وإما أنا ما على الطشة بالتعبير الدارج. نعم وضحت الفكرة. أنا عندي فكرة ووزني. لازم الإنسان المعد أو العلاقات يبحث عن كيفية رفع منسوب الوعي بالمجتمع العراقي. وضحت الفكرة سماحتك. نعم وضحت الفكرة سماحتك. أستاذ جمعة بسؤال أخير، من اللي خلى الفاشينيستا دعمها بالقوة بالمال بالنفوذ اللي تطلع التغريدة وتسحب وراها عشرات أو ملايين التعليقات اللي تضرب المذهب والشريعة؟ أولا سكوتنا على حقنا، هذه النقطة الأساسية، وذهابنا باتجاه إرضاء الآخر حتى نثبت لأمريكا والغرب بأننا أناس. من هو إحنا أستاذ جمعة؟ كطبقة سياسية. كطبقة السياسية التي كانت ترفع لواء الإسلام والتي قدم من أجل الإسلام جحافل من الشهداء. وأي شهداء؟ مراجع عظام، شباب بعمر الورود. من أجل ماذا؟ من أجل أن نحافظ على قيمنا. الفاشينستات مدعومة سياسياً لولا. طبعاً بالتأكيد أقول سكوتنا من جانب كطبقة سياسية وتبني السفارات الغربية والأمريكية واستقبال بعض السياسيين العراقيين لهذه النماذج أعطى بالتأكيد فد رسالة غير طيبة، بمعنى الفكرة. أن الجماعة ذاهبون باتجاه أن ماذا؟ أن يرضخوا لإرادة. وضحت الفكرة. ست فاطمة، رسالتش للبرلمان وهذا القانون راح يمر لولا؟ رسالتي للبرلمان أنه هاي فرصة تاريخية لكم أنه تسجلون بالتاريخ منجز كبير للشعب العراقي طال يعني أمدا، يعني هذا المفروض من سنوات طويلة يحدث هذا الشيء. نتمنى منهم أنه يحققون رغبة وحرية وحق أغلبية الشعب شكراً العراقي. شكرا جزيلا القانونية فاطمة الشمري، حياك الله. شكرا جزيلا رئيس مركز وفق للدراسات الأستاذ جمعة العطواني، حياك الله. شكرا جزيلا. عبر سكايب رئيس مركز الفكر للحوار والإصلاح الشيخ مجيد العقابي، شكرا جزيلا، حياك الله على كل ما تفضلت به من هذه الإيضاحات. ختام ملفنا الثاني بأبرز ما جاء في منصة إكس عن مجزرة استهدفت الشيعة في مدينة باكستانية، لنتابع. ننتقل بكم إلى الموجز الخبري. السوداني يلتقي الإمام الخامنئي في طهران بعد مشاركته في الحفل الرسمي لتنصيب رئيس الجمهورية الإسلامية. وزير الداخلية يجدد التأكيد على مواصلة الجهود لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر ومساندة ضحاياها.
ديوان الرقابة المالية يعلن تدقيق ومقاطعة بيانات رواتب موظفي إقليم كردستان. القضاء يصدر حكما بالحبس لمدة سنة بحق محافظ الأنبار السابق لتعيينه 83 مستشارا خلافا للقانون. وكالة الأنباء اللبنانية تعلن استهداف ضاحية بيروت الجنوبية بثلاث صواريخ عبر طائرة مسيرة. الحصاد انتهى، شكرا على كرم المتابعة وفي أمان الله ورعايته. إلى اللقاء.